حضر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم رعاه الله هذا اليوم مأدبة العشاء التي أقامها صاحب الجلالة السلطان إبراهيم بن المرحوم السلطان إسكندر ملك مملكة ماليزيا الشقيقة تكريما لكبار الضيوف المشاركين في حفل تتويج جلالته ملكا لمملكة ماليزيا، وذلك في إستانا نغارا بالعاصمة كوالالمبور. وتبادل جلالة الملك المعظم مع جلالة ملك ماليزيا الأحاديث الودية التي عبرت عما يجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين من علاقات تاريخية وثيقة وحرص مشترك على مواصلة تعزيزها وترسيخها، وعبر عن شكره وتقديره لجلالته على ما حظي به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة منذ وصوله والوفد المرافق إلى هذا البلد الشقيق المضياف. وأكد جلالته تطلعه إلى مواصلة العمل معا لدفع علاقات الشراكة الاستراتيجية إلى مستويات أرحب من التعاون والعمل المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة، متمنيا لماليزيا وشعبها دوام الخير والتقدم والازدهار. وقد ثمن صاحب الجلالة ملك ماليزيا زيارة جلالة الملك المعظم ومشاركته حفظه الله في حفل تتويجه، معبرا عن عميق اعتزازه بأواصر العلاقات البحرينية الماليزية وما وصلت إليه من تميز على كافة المستويات لما فيه خير وصالح الشعبين الشقيقين. وفي نهاية حفل العشاء عبر حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم لجلالة ملك ماليزيا عن أطيب التمنيات، شاكرا له دعوته الكريمة للمشاركة في حفل التتويج، متمنيا لجلالة سلطان ماليزيا التوفيق والسداد ولماليزيا الشقيقة دوام التقدم والازدهار. حضر المأدبة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لحضرة صاحب الجلالة وكبار الضيوف وكبار المسؤولين في الحكومة الماليزية والمدعوين.